قبل العيد بأيام كل سنة كده عندنا عادات لازم نعملها، يمكن بتختلف العادات دي من شخص للتاني ومن أسرة للتانية. طبعا في ناس بتستعد للعيد باللبس الجديد، وناس تانية بتستعد بالكعك والبسكوت والحلويات، وفي ناس تالتة بقى عندهم فرحة العيد بتكون عبارة عن تجهيز موائد وأكلات مختلفة. هنعرف مع حضراتكم أبرز استعدادات العيد عند كل واحد فينا من خلال التقرير الجاي. كل سنة وانتم طيبين، عيد الفطر المبارك على الأبواب. بعد صيام شهر رمضان الكريم كلنا بنستعد للفرحة، وفرحة العيد يعني الكحك واللبس الجديد وزيارة الأهل والأصدقاء لتبادل التهاني والخروج والفسح في كل مناطق مصر. وأكيد أهم حاجة بالنسبة للأطفال في العيد هي العيدية. كل سنة وكلنا دايما في أعياد وأفراح. بعديك العيد وبنفرحه، بعديك العيد وبنفرحه، اخبار الكحك العيد ايه بقى واللبس السنه دي؟ والله احنا لسه ما جبناش الكحك، بس ان شاء الله هنجيبه. واللبس اهو نازلين دلوقتي. بتعملي الكحك جاهز ولا في البيت؟ لا طبعا بشتري بصراحه. ايه بقى؟ لا انا ما بعرفش اعمله. بتعمليه في البيت ولا بتشتريه جاهز؟ بنشتريه جاهز. يعني الناس كتير بقت خلاص بطلت عاده ان هي تعمله. بيعمل دلوقتي مفيش فاضي اصلا. الوقت بيخلص بسرعه جدا. مفيش حد دلوقتي بيعمل كحك يعني في البيت. هتعملي ايه في العيد؟ في البيت برضه. جبتي الكحك ولا لسه؟ لا لسه. يبقى جاهز ولا بتعمليه في البيت؟ لا بعمله في البيت. يعني لسه الناس محتفظه ان هي تعمل؟ احسن. بتعمليه بقى ازاي؟ بسمنه ودقيق وكده والحاجات دي يعني. تبعتي الصواني للفرن بقى؟ كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب. لبس العيد من اهم مظاهر العيد، والناس على طول بتحرص ان هي تشتري لبس جديد قبل العيد. اخبار الاسعار ايه؟ والله الاسعار مناسبه برضك، هي غاليه شويه بس مناسبه، يعني مش هنجيب لازم نجيب طبعا، يعني حاجه بتفرح العيال كل سنه ودي عاده ما بتتقطعش. يعني الحمد لله بمتناول الجميع، فكويس اسعار متهاوده السنه دي شويه عن كل سنه. شفاكي جايه تشتري جزم وشنط وكده، اخبار الاسعار ايه؟ الاسعار كويسه في المعقول، بس الناس بتشتري عشان العيد. في العيد له مظاهر خاصه وطقوس خاصه، بتعملي ايه في العيد السنه دي؟ بنروح عند قرايبنا بنشتري لبس العيد، بنخرج. بس لبس غالي جدا الصراحه، بس مضطرين نشتري عشان نفرح في العيد. لسه ما عملناش كحك العيد برضو. بتعملي ايه في العيد؟ ما بعملش، بقعد في البيت اكل كحك وبسكويت. كل سنة وانتوا طيبين. بتعملوا ايه في العيد بقى؟ انا بلبس اللبس وبنزل العب. اشتريتوا لبس جديد ولا لسه؟ اشترينا. اشتريتي ايه؟ كل حاجة. طب مين هياخد البالونة دي بقى؟ يلا يلا خد. كل سنة وانتي طيبة. بتعملي ايه في العيد بقى؟ بحب البس هدومي الجديدة وبحب اخرج في العيد. اشتريتي ايه النهاردة؟ بشتري كوتشي، لسه ما جبتوش. خدي بالونة، يلا خدي من دي كمان، خدي اختاري واحدة. ثانك يو، باي. بابا بروح لولاد خالتي وفي كفر الشيخ وبقضي معاهم العيد، تبقى ايام سعيده. بلبس لبس العيد وبنزل ونخرج وكده. بتصلي صلاه العيد ولا لسه صغيره؟ بصلي صلاه العيد. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. اشتريتي لبس ولا لسه؟ اشتريتي ايه بقى؟ اشتريت طقم واشتريت بطانيه وحاجات. هتعملي ايه في العيد؟ بخرج ونلعب. كل سنه وانت طيبه. صمت رمضان ولا لا؟ ايه كل سنه وانت طيب. اشتريت لبس ولا لسه؟ اشتريت. كل سنه وانت طيب.